بتعرفين عريمان؟ شو؟ صحي دائرتنا الجديدة بعيدة شوي، بس موقعها كتير صحي. شامي الهوا هون شو نظيف؟ يا ستي شرحة، فعلا شرحة. اي بلا شرحة بلا مرحة، الله ايام هديك الدائرة. اوف، ليش بقى؟ بعدين على القليلة هون لا في ريحة مازوت ولا في ريحة دخان. اي صحيح، بس بهديك الدائرة كانت الهريبة من الدوام سهلة، لأنها بنص البلد، أما هون ما في أمل بالهريبة منوب. اهربي، مين ماسكي؟ ما حدا ماسكني، بس إذا هربت بيتسجل علي يوم غياب كامل. لانه اذا بدي افركع على البلد لاقضي لي شي شغله وارجع بنهايه الدوام لحتى اوقع بكون راح ساعتين ثلاثه مواصلات. هاي معك حق فيها، لانه بالدائره القديمه كنا نقضي نص دوامنا برات الدائره، لا من شاف ولا من دري. تعي تعي، شو بدنا نسوي؟ الو، نعم. اهلين سحر. الحمد لله تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. والله انا قاعده ما عم ساوي شي. ليش قاعدة بلا شغل؟ وشو بدك يعني اشتغل؟ إذا مدير عام ما في. دخلك انتو بشو عم تشتغلوا؟ عم تاكلوا فول؟ وليش ما عزمتوني؟ لسا ما بلشتوا؟ أصبح جاي لعندك فورا. استنوني. ماشي، باي باي. ما قلتولي مين صاحبة الفكرة العظيمة؟ سحر، تستاهلي براءة اختراع عليها. وليش بقى؟ لأني كنت مفكرة رح ننحرم أكل الفول وفلافل وتسائل لما رح ننتقل لهون، بس الحمد لله يلي خاب ظني. شو يعني إذا ما كان في حمصاني حوالينا ما بنعرف نتبل الفول لحالنا؟ الفشل أكبر حمصاني قدامك. لسه ما شفتوا شي، بكرة بس تدوقوا من تحدياتي التسقية بالزيت رح تبصمولي بالعشرة. أنا من هلأ باصمت لك. اللهم عنيون. تفضل أبو عزيز، أمعني أمعني، تفضل معنا. صحة وغنى زباتكم. إيه يا أبي، هاي الشاي وهي السكر، بقى حلو الكاسات على كيف. يسلموا إيديك، يسلموا إيديك. يلا صبي صبي. كيف تحبوها؟ أنا حلوة. كلكم حلوة؟ شو أستاذ بقى؟ شو في عندك أخبار جديدة؟ عن شو؟ يعني جماعة مو ناويين يحطوا لنا مدير جديد ولا مستكثرين علينا؟ طبعا بدهم يحطوا مدير، لك عن شو؟ هيك بخلونا بلا مدير، معقولة؟ طيب انت دخلك وانت ليش كثير محرقص ومستعجل؟ يعني إذا ضلينا هيك مو أحسن لنا؟ شباب شباب، خبر عاجل. خير أبو عزيز، بشر. طلع قرار تعيين المدير العام. شو الحكي؟ من ولا؟ لا تسألوا من وقال لك، أخباره موثوقة ومسندة. طبعا، ليش في شي مرة جبت لكم خبر وما طلع صح؟ هو للحقيقة والتاريخ ما صار هالشي بالمرة. هلأ المهم مين مدير العام الجديد؟ نجيب أبو عجيب. نجيب أبو عجيب؟ ايه والله الخبر مزبوط. لا بس وصلت البرقية من ساعتين. صدقيني ما بعرف يا سحر، بس عم بيقولوا انه كان مستشار بهيئة التخطيط، بعدين جمدوه سنتين وهلأ عينوه هون. ما بعرف، هيك عم يقولوا. مزبوط، عم يقولوا عنه عقدة تمام وقابضها كتير جد، وانه ما بيضحك إلا كل سنة مرة. شافي بالله حظنا شو معتر يا سحر. يلا ستي شو بدنا نعمل؟ الله يعيننا على هيك ورطة. طبعا انا اللي بدي اكلها اكتر شي لاني سكرتيرته. على كل حال ويني؟ إذا ما عجبني الوضع رح دبر نقلتي من هون فوراً. إيه طبعاً، لكن شو بدي أقعدني؟ ولا همك سحر، شو بيوصلني أخبار بخبرك أول بأول. ماشي، الله معك. نجيب أبو عجيب، إذا كان اسمه مفشكل هيك هو شلون بده يكون؟ مصيبة يا جماعة، فعلاً مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله على العلقة اللي رح نعلقها. قال بالدوام بالوزارة كانوا يعيروا ساعاتهم على وقت دوامه. صحيح هيك سمعت، بس في مرة قالوا تأخر عن الدوام ساعة. يا سيدي أكيد كان عنده ظرف طارئ لحتى تأخر الساعة. لك لا ظرف ولا شيء، بس لأنه يوم يتقدموا الدوام ساعة وحضرت جنابه نسي يقدم الساعة، لذلك تأخر عن الدوام. مزبوط الحكي مزبوط، على هوا ما سمعت قال اجته حالة اكتئاب حادة جدا وضلت معه مدة طويلة من وراء هالقصة. يا حبيبي نقشت معنا. وقال مرة السائق تبعه سهي وقطع إشارة المرور على الضوء البرداني. احزروا شو عمل فيه. ايه شو عمل معه؟ فورا نقلوا على الجزيرة،
وقال له يلي بيخالف إشارة المرور مو بعيد يخالف بأشياء تانية، مو بس هيك احذروا شو سوا فيه. وشو عمل له كمان؟ أحاله على لجنة طبية لحتى يدرسوا حالته النفسية والعصبية لحتى يشوف إذا كان في عنده حالات عدوانية ولا لا. منيح اللي ما عمله مجنون لهالمعتر. لا إذا هيك فعلا يا جماعة وقعنا وما حدا سمع علينا. الله يعيننا على هالبلوة ويحمل معنا بجاه الحبيب المصطفى. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال يا شباب بسيطة، شدوا حيلكم ولا تقنطوا من رحمة الله، فلا بد له من أن يجعل لنا مخرجا. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. شو استاذ مهاب؟ مين السيارة هاي؟ الله يبارك. المدير معقول يكون مداوم؟ ولي واقف محلكم لا حدا يتحرك. قديش الساعة معكم؟ الساعة قديش؟ 9:50 أستاذ. لا يا حبيباتي لا، ما حزرتوا منوب. الساعة هلأ 9:55 والدوام كما هو معروف بيبدأ الساعة 8:30، يعني بالمختصر حضراتكم متأخرين 25 دقيقة. صدق يا أستاذ هذا مو ذنبنا، يعني الباص هو اللي تأخر. أنا ما بحب أسمع هيك مبررات أبدا. يلا رجعوا على بيوتكم، عوفت اليوم وبكرة الساعة 8:30 بتكونوا مزروعين زرع هون قدام الباب. وين 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 يا أنسات؟ وين يا شباب؟ عن باص أستاذ. لا حبيبتي لا، ما حذرتوا منوب. أنتوا اليوم مسجلين غياب، يعني المؤسسة مو مسؤولة إنه توصلكم لبيوتكم. الباص بيرجع للمرآب وأنتوا بتدبروا راسكم. هذا اللي عندي عال والله، موصفين آخر زمان. الحما هذا اللي كان ناقص. شو لنا يا الله الحما؟ صباح الخير. أهلين صباح الخير. وين سجل الواردات؟ سجل الواردات أنت الثاني دخيلك. شو فايقة ورايقة؟ يمكن هنيك بالخزانة ما بعرف. تعرفي رح أموت، أنا رح أموت من نعاسي. وأنا أضرب منك. لك هاي أول مرة من سنتين بفيق مثل هالوقت. فعلا مشكلة. يعني إذا بدنا نبدأ دوامنا الساعة 8:15 معناتها لازم نطلع من بيوتنا الساعة 7:30. معناتها الشيء لازم نفيق الساعة 7 أو أبكر شوي. يعطيكم العافية. خلصتوا الفنجية؟ إيه أبو عزيز خلصنا، بس دخيل عيلك. عملي فنجان قهوة سادة تاني، بس تقلي مني شوي بركي بصحصح راسي. على عيني أنسة سحر، تكرم عيني. تسلم. ما بقى تلحقي تشربي قهوة. نسياني أنتِ إنه عنا اجتماع بعد ربع ساعة. ايه والله معك حق، راح عن بالي. يا حبيبي اذا هيك حنقضي اجتماعات معناها نشت معنا. شو امرتي هلا؟ جيب قهوه ولا ما اجي؟ لا لا تجيب شيء ابو عزيز، يسلموا ايديك. وانت قومي هلا غسلي وشك قبل الاجتماع بلا ما تنامي جوع وتعملي لنا مشكله. قومي. ايه والله معك حق، قايمه ما في غير هيك. اسمعوني شوي اذا بتريدوا. انتوا طبعا اكيد سمعتوا عني قبل ما اوصل، وأكيد كونتوا فكرة كافية عن أسلوبي بالشغل. أنا مبدأي الوحيد في العمل هو احترام القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح، وأنا لن أتهاون أبداً مع كل موظف يستهتر بهذه التعليمات، وسأضرب بيد من حديد لاجتثاث الفوضى والتسيب والاستهتار والتطليش والتراخي في العمل. فلما كان بيننا للمستهترين أو المتقاعسين أو الفوضويين، لذلك أنا بنصح كل موظف بيشوف حاله غير قادر على التماشي مع المرحلة القادمة أنه يقدم استقالته من هلأ. يقدمها يا أخي والله معه قلبي داعي له. بتشتغل عيني عليك معك قلبي، ما بتشتغل فأنا ما بدي ترهل زيادة. أنا ما رح أحكي كتير لأني مو من الناس اللي بيحكوا وبيطلقوا شعارات. نحن جايين لهون حتى نشتغل ونحترم هذا الوطن المعطاء. وأخيرا بحب ألفت نظركم أنه في جملة من الإجراءات والتعليمات الجديدة والتي سأصدرها تباعا لإعادة هيكلة العمل في هذه المؤسسة، وكل ما أرجوه
أن تتقيدوا حرفيا بهذه التعليمات، وسترون بأم أعينكم كيف سأكون أنا القدوة الأولى في الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات. ودمتم ودمنا لهذا الوطن، ودام الوطن لنا قلعة منيعة في وجه المغرضين والأعداء. والسلام ختام. تفضلوا هلا على شغلكم إذا بتريدوا. تفضل. يعطيكم العافية. أهلين. وقعونا هون إذا سمحتوا. شو هذا؟ تعهد خطي بالالتزام بكل التعليمات الجديدة، وعم ادور على كل الموظفين حتى يوقعوا. حلو كثير، ظريفة هالنفة طالعة معكم. طيب إذا وقعنا وما التزمنا شو بيصير علينا؟ علمي علمك، وقع أخي. هات لوقع. راح اسمي وقعت لنا. تفضل أستاذ. حاضر. وقع هون إذا بتريد. تكرم، وهي عادي لمستو ها. يا شامو. أهلا وسهلا. وقع أستاذي. جنب اسمك الله يخليك. هلا تخربي. تكرم عيونك ابو عزيز. شرف. الله يرضى عليكم. يسلم اليدين. سلام. الله يسلمك. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. على علمك انسه نجوى، يا ترى في عنا بالدائره موظف شاطر بالتخطيط؟ على حد علمي ما في. شيء. مديريه تخطيط اضرب واطرح وما فيها ولا موظف بيعرف يخطط. اصبع وين هيك؟ مور استاذ. اكتبي لي كتاب للوزاره مشان يفرزوا لنا خطاط للمؤسسه وجيبي لي اياه حتى وقعوا. حاضر استاذ. شكرا. وما عرف ليه شو بده الخطاط؟ قال مشان يخطط لوحات للتعليمات الجديده. ايه دخيله، ومحرزه مشان كم لوحه يا عينه خطاط. لك شو بيعرفني عم تسأليني الي؟ بأنو خط بتعرف تخطط انت؟ كل الخطوط استاذ، الرقعي، الفارسي، نسخي، الثلث، الفني. طيب طيب، انا راح افضي لك غرفه مخصوص تحت الدرج حتى تداوم فيها. حاضر استاذ، انت بتأمر. بنزل هلا على المستودع استلم كرتون واقلام تخطيط وقرطاسيه وباشر عملك. امسك لك بتخطط لي كل عباره من هدول على 3-4 لوحات، وبعد ما يخلصوا بتسلمه لابو عزيز. حاضر استاذ. الله معك. شو يعني؟ ما عاد في حفلات فول تسقيه؟ والله باين تحن نقضيه على الساندويش. يا حبيبي حتى ساندويش ما عاد فيه. شو يا جديدة هي؟ هل ممنوع الزيارات؟ تفضل معي هلا. يا حبيبي. خافوا والله. خافوا. حبيبي والله اللي بيرى اللوحات برا بفكر انه الشغل عنا مقتل بعضه. استاذ بهاء شرف بلا مطرود على مكتبك. اخس شو استاذ عادي عم تقلعني يعني؟ محشوم استاذ بهاء، بس انت بتعرف بالتعليمات ممنوع الزيارات الخاصه اثناء الدوام. حق بالخرج. كله حبر على ورق. عم حل هالكلمات المتقاطعه. شوف يا ماما. يا ماما يم بمعنى البحر. اي اهلين استاذ. انت وين مكتبك؟ انا بالارشيف سيدي. شو عم تساوي هون؟ ما شفت التعليمات؟ بلا انا مو ضد التعليمات سيدي، انا هون عم مو زياره يعني جاي. لك هلا شو كنت جاي؟ عم بستعير السخان تبعك. ولشو سخان؟ السخان لانه فيشنا محروق تبع الشاي، بدي احط ساوي بالفعل شاي. عذر اقبح من ذنب. ابو عزيز. نعم استاذ. روح لعند الخطاط وقول له يخطط 10 لوحات مكتوب عليهم ممنوع استعمال السخان تحت طائلة المسؤولية. أوام. حاضر أستاذ. هوا. وأنت تفضل روح على مكتبك وأوعك تخليني أشوفك برات مكتبك مرة تانية. يلا تفضل. حاضر أستاذ. وأنت تاني؟ نعم سيدي. وأنا موظفينك. Thank you.
وكيلك حاسس حالي كأنه قاعد بمدرسة ابتدائية. يا الله شوي كمان شوفت عينك بابا يا حبيبي. ايه اوي شوي لحقنا على الدعسة يا المدير. قال ممنوع فصوصة البزر. انا بدي اجيب ترموس معي. ممنوع فصفصة البزر داخل الباص. مو ناقص غير بقى نقعد مثل الصنم وما نتحرك. اسمعي وسطحي رايحين على مدرسة لأنه سحور. ها قلتك بنقدر ناكل إطعامي؟ أكيد إيه لأنه ما إلا إشي. شي ليش وين الحديقة؟ شايف الحديقة يا رجل. لك قصدي وين الزهر والوردة اللي ممنوع القطفو؟ ما بعرف يمكن المدير العام ناوي يزرعها أزهار وورود فيما بعد. شي منطقة حكومية ممنوع الاختراق. شي شلون فتنا نحن؟ والله ما بعرف. وينك يا ابني؟ اليوم شفت في ازدحام شديد على باب الدبليو سي. بقى شو القصة؟ ما بتعرف شو القصة؟ طيب بسيطة، اكتب لي ارمة صغيرة ممنوع الدخول لمن ليس له عمل وعلقوها على باب الدبليو سي. ممنوع استعمال المصعد لأكثر من شخصين. معناته أنا بدي أطلع مشي. حلوة. تعال أنا ممنوع الشخبر على الحيطان. المجانين نحن. الحيطان دفاتر المجانين. شو أبو مايا؟ عندك شغل كتير؟ لك تركي بهمه والله يعينه. مالك شايفتي مشغول؟ لك عم يسألوك رد عليهم أبو مايا. وجاوب لها شو عم تساوي؟ شو؟ حبيبي اها وهلا منين نفوت؟ ما بعرف شو نفوت من الشباك يعني؟ ليش فكرك يعني مسموح الدخول من الشباك؟ اصبح ما في حل الا نفوت من باب الوراني. الحقوني لالكم يا حبيبي. الحقيقه ومنذ ان توليت اداره هذه الشركه قمت باجراء اعاده الهيكله لكافة قوانين الشركة بحيث تستطيع أن تتماشى مع روح العصر. وانطلاقا من هذا المبدأ قمت بإصدار حوالي 40 قانونا جديدا و70 أمرا إداريا و90 تعميما و30 بلاغا. واللافت في الأمر أن جميع الموظفين والموظفات يتقيدون بتنفيذ هذه التعليمات الجديدة تنفيذا حرفيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تناني روح النظام والشعور بالمسؤولية والحس الوطني العميق لدى جميع العاملين في هذه المؤسسة.
مرحبا استاذ عدي. مرحبا عدي. مرحبا. اهلين بالشباب. شفت لنا الاستاذ نجيب؟ الاستاذ نجيب؟ ليش هو ضايع لا سمح الله؟ والله ما بنعرف، مدري وين راح. هلا فهموني وحده وحده، شو قصة الاستاذ نجيب؟ يا سيدي القصة وما فيها انه صار لنا 3 ساعات عم ندور على الاستاذ نجيب وما كنا نلاقيه. الاستاذ نجيب ليكون طلع برات مؤسسة. ما حدا شافه طلع برات المؤسسة، بعدين سيارته على الباب. شو يعني؟ يعني الاستاذ نجيب لساته هون بالمؤسسة بس ما عم نلاقيه. شرفونا ندور عليه. يلا شرف تفضل. وين بده يكون يعني؟ ما له بالعادة يختفي. لك يا جماعة كأنه فص من الحداء. مو مبين له أسر. هاتوا البشارة شباب، هاتوا البشارة. لقينا الأستاذ نجيب. وين؟ الآن بالمستودع تحتاني. شلون على الآن يعني؟ هلا بلكة الحكي الحقوني من طالع. يلا يلا يلا. أستاذ نجيب، وين حضرتك؟ نحن شغل بالنا عليك الحقيقة. أستاذ نجيب. إيه إيه بسيطة بسيطة. لا تأكلوا هم. بيلزمك شي مساعدة يا استاذ؟ طبعا بيلزمني، بيلزمني مساعدة، بدي اطلع من هون حاسس حالي محاصر يا جماعة. طيب استاذ يعني ليش ما بتطلع من الباب اللي فتت منه؟ بس انا فتت من الباب الوراني. طيب اطلع من الباب الوراني. قولك يا بني ادم ما بتعرف انه ممنوع الخروج من الباب الخلفي؟ ليك الارمن، ليك الارمن قدامك. معلش استاذ مشيها هالمرة. أعوذ بالله، ما شو مشية ولك؟ شو مشية؟ قسماً بالله ما مشية ولا بشكل. شو عم تحكي أنت؟ ومستعد أقضي بقية عمري هون بالمستودع وأنا خالف قانون أنا حطيته. يعني إذا ما كنت أنا قدوة إلكم وتقيدت بتنفيذ القوانين، مين بده يكون القدوة؟ مين ولا؟ فهموني لشوف. معك حق يا أستاذ، الموقف صعب كتير. طيب اطلع من الباب الرئيسي أستاذ. لا شو اطلع من الباب الرئيسي؟ ما أنا شايف اللي قدامي؟ تصيح منيح؟ طب تصيح؟ ممنوع استعمال هذا الباب. طيب استاذ طلع من الشباك ونحن بنسناولك من هون. قولك يا اخي انا ما بدي حدا يسناولني، ماني اصير حربي انا، واذا بدي اطلع من الشباك بطلع، بس ما بتعرف حضرتك انه ممنوع فتح النافذه؟ فعلا مشكله، شو الحل استاذ؟ معقول ضل هيك عصيان جوا؟ ما بعرف، احترته الله حيرني، لاقولي حل يا جماعه، انا حاسس حالي محاصر تماما، بقت خلاقي. عفوا استاذ اجتني فكره، تسمح لي اولى؟ شو هي يا استاذ؟ مو حضرتك المخول الوحيد بهالمؤسسه يلي بسن القوانين والتعليمات؟ بلا حضرتي، شو المعنى يا استاذ؟ ما في غير السن وقانون جديد تسمحوا فيه لسيادتكم تطلعوا من هذا الباب. برافو عليك يا بهاء، برافو. ذكرني اصرف لك مكافاه لانه ما في قدامي غير هيك حتى فك حصاري. ابعثوا لي ورا الخطاب بسرعه. تمام. ليكني هون استاذ، جاهز مثل العادي. اصبح وينك؟ اي اكتب لي لوحه مسموح العبور من باب المستودع على المدير العام فقط ولمره واحده فقط. 5 دقائق بتكون جاهزه سيدي. اشبول خطك شمل، لا تتعنى كثير، دايت خلاقي كثير. حاضر سيدنا. هلا وهيك بنكون ما خالفنا التعليمات ابدا يا جماعه. شو يا جماعه، ما بدنا نروح عند المدير العام لحتى نهنيه بالسلامه؟ لكن بلا رايحين، بس ناطرين لحتى يجي الورد. مو حلو نروح ايدينا فاضي. ليش بعتي تجيبي ورد؟ ايه بعتت ربيع يشتري الورد، على فكره رح يجي عليه اسمنا كلياتنا. اصبح بندفع لك بعدين شو بيطلع لك. خلاص مو مشكله. يلا يا جماعه وكل ورد جاهز. شرفي يلا تفضل. شو؟ ممنوع احضار الورد. ابو فايز. احترامي سيدي. الحقني لمكتبي. حاضر سيدي. شوف يا ابو فايز، انا اليوم بعد الظهر نازل بمشوار ضروري على العاصمه وبدي منك تدير بالك على المخفر بغيابي. ولا يهمكم سيدي ولا يهمكم. ليش في بالعاده مقصر؟ يعني ما بدي ولا عنصر ينزل قبل ما ينتهي الدوام، مو اذا غاب القط العب يا فار. لا 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 سيدي، ولو معقوله يعني. وبدي منك كمان تجي بعد الظهر
تعمل كبسة على العناصر المناوبة حتى ما يفركوها ويهربوا. ليش رح تتأخروا لبعد الظهر سيدنا؟ والله ما بعرف، يمكن نتأخر، يعني على هوا ما يخلص الاجتماع. ليش عندكم اجتماع سيدي؟ اي نعم، اجتماع لكل الضباط مع رئيس المخافر والدوريات الجديد. عم بيقولوا يا سيدي انه شديد كتير وما عنده يا امي ارحميني، يا ترى مزبوط هالشي؟ ايه والله مزبوط، وانا سمعت عنه نفس الكلام. على هوا ما سمعت يا سيدي قال ناوي يعمل تعزيلة مرتبة. تعزيلة شو؟ يعني حملة تغييرات مرتبة بكل السلك تبعنا. شو علي؟ يا ريت، احسن واحسنين. اصلا نحن من زمان لازمنا معلم مثل ابو سامي، بركي بيرجع لنا هيبتنا شوي. ليش شو بها هيبتنا سيدي؟ شو بها هيبتنا؟ ما بها شي، مثل الليرة. بدك شي من العاصمة؟ سيدي عفوا، ممكن تجيب لنا معك كيلين كنافة حلوان الشرط اللي ربحناه منكم بلعبة الطاولة اول امبارح، اذا ما فيها سئلة. لا حبيبي فيها سئلة، بعدين الكنافة بتضرك. شو نسيان انه معك سكر انت؟ لا سيدي ماني نسيان، بس عم يقولوا انه صار في بالعاصمة كنافة دايت. هو اذا بدنا نلحق الدايت كل شي بالعاصمة صار دايت، ولك المسؤولين صاروا دايت، ولك النسوان صاروا دايت. تحريشة. الله معكم سيدي، الله معكم. كيلاني. نعم سيدي. جاهزة سيارة برا؟ جاهزة سيدي، كل شيء معي لشوف. طلبتكم اليوم يا شباب من شان تتعرفوا علي وتاخذوا فكرة عني وعن أسلوبي بالشغل. أنا أبو سامي، ويلي ما بيعرفني يروح يسأل عني منيح، لأنه كل إنسان إله صيت ومسموعيات، وأنا اشتهرت بين الجميع أنه ممكن اتهاون بكل شيء إلا بشغلة وحدة مو ممكن اتهاون فيها. تعرفوا شو هي؟ الانضباط والالتزام بالقوانين. وللعلم أنا قبل ما أجي لهون كنت مستلم فرقة العناكب، وياريت تسألوا زملائكم بفرقة العناكب عني. على سبيل المثال، إذا مر ضابط زورت بدنيا أمام ضابط زورت بعليا وما أداله التحية العسكرية النظامية كانت زجه بالسجن 16 يوم. ويا ما رفقاتكم بفرقة العناكب أكلين مني 16 و17 لحتى شبعانين. وطبعا القيادة ما جابتني لهون إلا لحتى مشي الإدارة على الصراط المستقيم وأضبط فيها الأمور ورجع لمعناها الحقيقي. يعني أنا ما جابوني لهون لسواد عيوني أو لحتى يشوفوا طولي وعرضي. سيدنا نحن واثقين أنكم قد هالمهمة وقدود. شكرا. وطبعا أنتم ملاحظين أنه بريقنا بالفترة الأخيرة خف شوي، وصورتنا قدام الناس غبشت وعلاها الغبار، ولهالسبب نحن هلأ بدنا نرجع ثقة الناس فينا وندعم صورتنا عند المتشككين. عفوا، شو الطريقة اللي رح تستعملوها سيدي؟ الطريقة بسيطة جدا وفارضة نفسها، ألا وهي تطبيق القانون على الجميع وبلا استثناء، على الغني قبل الفقير، وعلى الكبير قبل الصغير، وعلى المسنود قبل المعتر، وعلى صاحب النفوذ والسلطان قبل المقطوع من شجرة، وعلى القوي قبل الضعيف. ولازم نحط بين عيوننا انه ما حدا فوق القانون مهما علت رتبته ومهما كان وضعه، والقانون فوق الجميع. واضح هالكلام؟ واضح طبعا. ويلي بتمناه منكم انكم تتقيدوا بالتعليمات وتنفذوها بحذافيرة، وما بدي حدا منكم يتردد او يخاف مهما صار عليه ضغوطات. واذا صار على واحد منكم ضغوطات لا سمح الله، ما عليه الا يشيل التليفون ويتصل فيني فورا وانا راح اتصرف. هذا كل شيء عندي، تفضلوا هلا على شغلكم. يعني القانون بده ينطبق على الجميع من دون استثناء، على الغني قبل الفقير، على ابن الجاه وصاحب العزوة والنفوذ قبل الدرويش والفقير، على القوي قبل الضعيف، على الكبير قبل الصغير، على المدعوم والمسنود قبل المقطوع من شجرة. ولازم نحط بين عيوننا كلنا
انه ما حدا فوق القانون مهما عليت مراتبه ومهما كان وضعه. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم سيدي. عظيم جدا، صفوا على اشغالكم. شو بايسان؟ فهمت لي شيء من كل هالحكي؟ لك يا سيدي لا تدقق، هذا الحكي حفظناه على الغايب، راح يطلع من مناخيرنا. شو قصدك؟ قصدي كل ما بيجي مسؤول جديد لعنا بيتشدد له كم يوم وبشدد علينا وبعدين تفرط المسبحه. بس والله يا ابو هيثم الهيئه هالمره غير شكل. يا سيدي ان شاء الله تكون غير شكل. شو بنزعل يعني؟ لا والله ما بنزعل. الو الو، ايه المغفر معك؟ علي صوتك يا ابني ما عم بسمعك. الو شو عم تقول؟ شاب مستهتر عم يشفت بالسياره يقوس على الناس؟ وين هذا الحكي يا ابني؟ وين؟ وين؟ الساحة العامة. ايه طيب طيب. شو عم تقول؟ مثل ما عم قلكم سيدنا، شاب مستهتر عم يعربد ويقوس على الناس وعم يشفت بالسيارة كمان. لا عمى، شو الحكيات؟ ليك الأزعر ليك، وين فكره عايشين نحن بشيكاغو؟ ماشي الحال، اسمعي يا أبو هيثم، فورا بتاخذ سيارتين وعشر عناصر مدججين بالسلاح الكامل وبوشك على الضاحيه وبتشحطوا لي هالشب شحط لهون على ملات وشه. يعني نشحطه بالسياره سيدنا؟ ولك شو بالسياره يا بني ادم؟ يخرب بيتك وبيت بيتك، منين بتجيب هالافكار المعده انت؟ بتكلب شو بتجيبوه لعندي موجودا؟ حاضر سيدي. اسمع قديش الساعه معك هلا؟ الساعة 12 سيدي. عظيم كتير، الساعة 3 بدي هالشاب هاد هون بمكتبي، هي حسبت لك ساعة روحة وساعة جاية، وساعة هنيك، بتأديكم ساعة هنيك؟ بتأدي وزيادة سيدي، وإن شاء الله خلال 10 دقايق بيكون بين إيدينا. عظيم جدا، انزل لتحت أنت اجمع لي العناصر فورا. حاضر سيدي. انتوا فهمتوا شو نوعية المهمة الملقاة على عاتقكم؟ فهمنا سيدي فهمنا. انطلق. طبعاً عم بحكي معك، ليش في حدا غيرك؟ رقيب مصعب، حط الكلبشات بإيده وشلحوا الموبايل. زين ولا؟ زين ولا؟ شباك؟ وشباك يسكرني عاك. لا تطول بالك، شو صار بالدنيا؟ خلاص ولا؟ لا تحكي مع العناصر ولا كلمة. ها؟ أنت قد هالحكي هاد؟ شو قصدك؟ اسمع حبيبي، يا أما بتفك الكلبشات من إيدي فوراً وبتتركني روح بحال سبيل ويا دار ما دخلك شر، يا اما انت شخصيا بتتحمل مسؤوليه هالشيء هاد. العمى بقلبك عم تهددني انت؟ ايه سيدي عم بهددك، لانه اذا دري بابا باللي صار راح يطربق الدنيا فوق روسكم. هيك لك؟ ومين البابا بلا زغره؟ انا ابن ابو عروه. ابو عروه؟ ايه نعم ابو عروه. بقى فك هالكلبشات من ايدي احسن لك. ايه لا يا سيدي ما راح افكها، والقانون ما بيعرف لا ابن ابو عروه ولا غيره. ويكون بعلمك الأيام اللي ببالك منها راحت حبيبي، هلأ القانون بيمشي على الكل، الكبير قبل الصغير، هيك قال نقيب شاهر. نقيب شاهر؟ يا قسما بالله إذا ما خليته الرقيب شاهر أنا ما بكون فادي ابن أبو عروة. معلم فادي، معلم فادي خير؟ ليش مكلبشينك هيك؟ شو بعرفني؟ اسأل الشباب الطيبة ليكن قدامها. عيب عليكم يا شباب تكلبشوه هيك؟ شو جنيتوا أنتو؟ يلا يلا فكوا الكلبشات بسرعة يلا بلا مسخرة. وليش لحتى نفك الكلبشات بقى؟ الهمال حكي بيهز البدان. بالظاهر انتو ما عرفتوا هذا ابن مين ها؟ ايه بلا سيدي عرفناه، بس الاوامر اللي معنا بتقول نشحطه شحط على المغفر. تشحطوه؟ بسيطة،
أنا رح أتصل هلأ بدورية المرافقة. ما في داعي يا بشير تتصل بحدا، اتصل بالبابا وبس. يا شباب لبين ما يتصلوا الأخ بالبابا شحطولي على سيارة لشوف عدوني مكان الرحلة. يلا امشي بالرواء أحسن لك. دخيل البابا امشي. غياس غياس تعال هون سرعة، تعال هون شوف. نقيب شاير الو. احترامي سيدي، نحن نفذنا المهمة وقبضنا على الشخص المطلوب وهلأ وصلنا عند الحلاق. عظيم جدا، الله يعطيكم العافية، بس ان شاء الله ما يكون صار ممانعة او مقاومة. حلو كثير. ما عم بفهم عليك يا اخي، علي صوتك. ابن مين؟ ابن ابو عروة سيدي. ولك يا ابو هيثم شو ما بتفهم عربي انت؟ نفذ كل شيء قلت لك اياه بالحرف الواحد وان شاء الله يكون ابن كوفي عنان. اخي القانون ما بيعرف لا ابن ابو عروه ولا ابن ابو فروه. طبعا ما بدا سؤال المساله. بهيك حاله بتحلقوا له شعراته على الصفر. نفذ مثل ما قلت لك. امرك سيدي. يا رقيب مصعب. حاضر سيدي. نزلوا احلقوا له على الصفر. حاضر سيدي. يا ابني رقيب شاهر، الشاب اللي اعتقلتوه اسمه فادي، دلل يا منيح، سمعان؟ الو الو، نعم سيدي، رئيس الدورية ابو هيثم معك سيدي. قل لي يا ابو هيثم، ضربتوا له شعراته للشاب ولا لسه؟ لا لسه سيدي. لسه؟ ايه عال، عال كثير طمنتني. اصبح وينك يا ابو هيثم؟ اسمع مني شو راح اقول لك. انا فكري يعني شاب باول طلعته مثل فادي، يعني والله العظيم مو حلوة نكسر شقامته ونعامله بغلاظة، مو حلوة. بقى معليش أبو هيثم، معليش ما في داعي للحلاقة على الصفر. إيش هو قاتل قتيل؟ احلق له على الرقم 3 بكفي. مثل موضة هالأيام. والله معك حق، بعرف يا أبو هيثم، مزبوط، نحن بدنا نطبق القانون، بس كمان شو عم أقول لحالي؟ عم قول والله العظيم الرحمة فوق العدل يا أخي. إيه لكان بقى يلا نفذ الأوامر الله يرضى عليك ودعوا لعندي بسرعة، أنا بانتظاركم. حاضر سيدي. كيف تحب قصة لك شعرك أستاذ فادي؟ أنت بتعرف قصة أبو فادي بفاروتي؟ طبعا. طيب ولا وينك؟ قصة لي فرزاتشي. فرزاتشي فرزاتشي ما أنا شي سايرو فرزاتشي، وصلوا فرزاتشي، يعني بعد هيك الرحمة قبل العدل، ولا شلون أخي مصعب؟ ايه ايه. قالوا نعم. احترامي سيدي، أهلا وسهلا بكم. نعم نعم يا سيدي، على الطريق. لا والله لسه ما وصل. يا نقيب شاهر، واكون تهينوا لفادو، واكون تحطوا الكلبشات بيده، فهمان؟ حاضر حاضر يا سيدي، مثل ما بتأمروا. الله معكم سيدي. الو الو، احترامي سيدي. وينك ابو هيثم؟ عم اقول لحالي يعني والله ما في داعي تضل الكلبشة بايدين فادو. ما بعرف يا اخي، بس حاسس المسألة كأنه فيها همجية شوي، مو هيك؟ مو فيها همجية؟ خاصة انه ما رح يسترجع يهرب وانتم من حواليه. هي من جهة، من جهة تانية يعني شاب بأول طلعته مثل هاد، ايه ما بدنا نعقده ونبهدله ونكسر له شقامته، وخاصة انه كان عم يضرب رصاص بالهواء وما حدا تصوب. حدا تصوب شيء؟ لا 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 ابدا سيدي، ما حدا تصوب. شفت شلون؟ ما حدا تصوب. بقى معلش ابو هيثم، فكوا له الكلبشة. ايه فكوها فكوها يا اخي، لا تعقدوها، فكوها بنوبكم سواب. ايه ايه ابو هيثم الله يرضى عليك. ايه ايه معك، نفذ يا اخي الاوامر. الله معك، مع السلامه.
رقيب مسار، فك لك الكلبشات. ممكن الموبايل؟ أعطيه الموبايل. واقف واقف. تفضل استاذ تفضل. احترامي سيدي. لا والله يا سيدي لسه ما وصلوا. حاضر حاضر سيدي مثل ما بتأمروا. الله معك يا سيدي. الو مرحبا ابو هيثم. اسمع اسمع هلا اسمع اسمع شو راح اقول لك. برضاي عليك شغلوا له المسجله لفادي. ايه بيكون مل من الطريق اخطي يعني اعصابه بتكون تلفت. وينك ابو هيثم؟ الله يرضى عليك حطوا له الشريط اللي بده اياها. ايه ايه على ذوقه شو عليه؟ لا لانه شو عم اقول لحالي؟ عم اقول لحالي يا ولد والله الواحد بمل اذا كان الطريق طويل. ايه ايه لانه لك هلا نفذ الاوامر بسرعه، شو بدك بالقصه؟ على عيني. ايه يا اخ فادي شو بتحب تسمع؟ شو معكم اشرطه؟ في عنا ابو علي البلوداني صبري مدلل. لك شو الاشرطه اللي معدتي هاي؟ اذا بتحب بننزل نشري لك شريط جديد. ها لا لا معلش انا ما بحب اسمع ميوزك الا بسيارتي. ايه على عيني ولو صف على اليمين ابو محيو. الو ابو هيثم لك اخي وين صرتوا؟ غليتوا لي قلبي يا اخي، ليش قطعتوني؟ لا بس طولتوا كثير. نعم؟ منيح منيح كثير. وينك؟ بدي منك الله يرضى عليك تسال لي فادو اذا كان جوعان. ما بعرف بس اذا جوعان اشتروا له سندويشة همبرجر او شيش طاووق مع علبه كولا. ايه 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 معلش ولك انا بحاسبك فيهم. طيب وينك؟ اشتروا له علبة تنك ها؟ يعني من الغالية. ايه لأنه الأناني عم يجي غازة ضعيف. لك ايه لكن يا أبو هيثم ونحن كمان قلبنا من الله. يعني شو عم أقول لحالي؟ شاب بأول طلعته مو حلو نجوعه. يا أخي بجوز ماله معود على الشغلة بيت أهله. يعني صحيح نحن عم نطبق القانون بس مو معقول كمان نموته من جوعه مشان نطبق القانون. ايه لك ايه الله يرضى عليك انت نفذ الاوامر هلا الله يحن عليك. اهلين وسهلين ومرحبتين بهالقامة وبهالعين. اهلا وسهلا بالاستاذ فادي يلي بعتبره اعز من ولادي. زارتنا البركه يا حبيبي. خطوه عزيزه يا روحي. انت النقيب شاهر؟ نعم يا سيدي انا النقيب شاهر. تفضلوا سيدي تفضلوا. يا اهلا وسهلا استاذ فادي. يا ميت مرحبا. تفضل تفضل سيدي تفضل تفضل تفضل. لا والله ما بيصير. تفضل يا سيدي. يا اهلين وسهلين مرحبتين. ميت مرحبا. عفوا ان شاء الله شباب يعني عرفوا يقوموا بالواجب خلال الطريق. ماشي الحال. هو في شويه ملاحظات بس مو مهمه. لا هو لو ما بيصير احكي لي انا رح اتصرف يعني بس مثل شو يعني الكولا كانت سخنه شوي.
كانت سخنة الكل. بالله العظيم عليك، الله يسامحك يا ابو هيثم. معلش نزرعها بدقنا برا. شرف سيدي، القهوة بانتظارك. شرف يا اهلا وسهلا ومرحبا. لا لا معلش ما بحب القهوة، بحس حالي كاني عم بشرب طين. طين؟ الحق بايدك، الحق بايدك. بدك مني شيء قبل ما امشي؟ لا حبيبي لا ابدا ما بدي شيء، تسلم لقلبي الهي، ما بدنا الا سلامتك، بس اماني ها اماني تسلمنا على السيد الوالد، تسلم عليه كثير وتقول له النقيب شاهر بيسلم عليك. طيب اوكي خلص. استاذ فادي معلش لحظة صغيرة لو سمحت. نعم شو بتريد؟ يعني مثل ما بتعرفوا الترفيعات الجديدة على البواب وأنا رتبتي مكسرة، يعني بصراحة لازم أكون عقيد هلأ، كل رفقاتي صاروا عقدة إلا أنا، فيعني يعني تحكي لنا هيك مع سيد الوالد، يعني بركي بينظر بأمري. خلص ولا يهمك، طمن، يلا باي. باي؟ خي هلأ أمنت مستقبلي. احترامي سيدي. أهلين أبو هيثم خير؟ سيدي وصلتنا أخبارية من قرية تل شحيش أنه في واحد عم يقوس على العصافير ومو معه رخصة صيد. شو الحكي؟ يخرب بيته على هالعملة؟ ولك هالعملة بتنعمل؟ سيدي هيك بلغونا. أصبح وينك أبو هيثم؟ استنفر لي العناصر جميعا وخدهم بكامل سلاحهم على ضيعة تل شحيش واعتقلوا لي شب وصادروا لي منه بارودة الصيد وكلبسوه واشحطوا لي يا لهون. أمرك سيدي. تعال والله هذا اللي كان ناقص، الصيادين تعوس على العصافير.